وكبار السن. يعني النهارده لو هم قدروا يقللوا فكره الاكل بجد، في ناس بجد بتبقى قاعده بتتفرج علينا متضايقه ان الكلام ده مش موجه ليهم، مش بيقدروا يعملوا رياضه. كوي. في بعض الامهات غصب عنهم ما بيقدروش يعملوا رياضه، او يجوز عمرهم ما عملوها بس عايزين صحتهم دلوقتي تبقى احسن. ازاي يقدر يعمل رياضه فوق مثلا سن، فوق سن معين، فوق سن كبير، او للناس اللي هم ما عندهاش الانترست دي في حياتها بس عايزين يبداوا يعملوا ده، يدخلوا الرياضه في حياتهم؟ ازاي ممكن نقول ان احنا هنبتدي بشكل جراديوال؟ يعني ايه؟ مش هنقول ان انت هتروح الجيم وتبتدي تلعب اوزان تقيله وتبتدي تعمل إيه؟ حاجه كبار السن لا، يقدروا يعملوا كده على فكره، بس بشكل برضو تدريجي. ممكن يبتدي اول حاجه يعملها ان هو ياخد ستيب، ان هو كل يوم مثلا يوفر نص ساعه ينزل يتمشى فيها. دي اول ستيب هايله جدا. بعد كده خلاص بدا يبقى الهابت بتاعت المشي او الحركه موجوده في يومه، بعد كده يبتدي يفكر يروح الجيم، يشتغل مع حد متخصص. دي اهم حاجه عشان ما يحطش عليه لود زياده يكرهه في الموضوع او يتعبه او يعمل له مشكله. فانا النهارده لازم اشتغل مع حد فاهم وشاطر في شغله عشان يديني بلان، البلان دي تبقى مناسبه لمستوى اللياقه بتاعي ومناسبه لسني. دي النقطه الثانيه. هيقدر يعمل تمارين في البدايه بالبادي ويت، هو قاعد ممكن في الجيم يقعد على كرسي يقوم يقف. وفي البيت انا ممكن ابقى ازايز الميه، في ناس يعني بره كده عارفه كده طبعا بقى ازايز الميه المليانه يبداوا يعملوا حركات. لا يا جماعه، طبعا انت ادرى برضو مني يا رشدي ان في كبار السن بيبقوا قاعدين بيبقوا خلاص مستسلمين. انا خلاص انا بقى هعمل حاجه، مع ان زمان بقى الستات بتوع زمان ينظفوا البيت ويطلعوا فوق الازاز ويعملوا، يقول لك الحركه بركه والكلام ده كله. انما دلوقتي في ناس بقى عندها حاله كسل. لا، انت زي ما انت قلت بالظبط، انت لو مسكت ازازه ميه وقعدت تعمل كده اديك اتحركت. لو انت مسكت مش عارف اسمها ايه الكوره اللي بيقعدوا يعملوها، كان بتاعه النرفزه دي بتهيالي بتفرق. طبعا صح؟ كل حاجه بتفرق وانت قاعد تقعد تعمل رجلك اي حاجه كده. ثانيه، بمناسبه الرجلين بص بقى، انا ورشدي يصلح لي، شفت التقرير اللي هو جامعه من الجامعات بره قال لك ان انت وانت قاعد لو انت عملت كده، هل ده كلام حقيقي؟ انا فضلت انا وبابا ايه الكلام كده الكلام 10 ايام ورا بعض الكلام، قولي انا مش عارف كده. بص يا حسام، تبقى قاعد كده ويقول لك وانت قاعد، وخصوصا بعد الوجبات الثقيله، انك انت ممكن تحرق لو انت بتعمل كده. رشدي بتعملها طبعا؟ بص، هي الفكره كلها هو هنا وهو قاعد بيمرن عضلات تحت كده اسمها سوليس، عضلات موجوده في الكاف مصر. بيقعد يبتدي يعمل هيريزز وينزل تاني. وانت قاعد كده تعمل كده بالظبط كده، تنزل تطلع تقف فوق وتنزل بالراحه. دي بتحرق من التيار الدم، السكر على طول، من السكر على طول، يعني ياخد لك من مجرى الدم على طول السكر. والله بصي، دي دراسات احنا يعني انا ما عنديش معلومه مؤكده ان ده هيبقى افكتيف مثلا للناس اللي عايزه تخس تفضل طول اليوم تقعد تعمل كده. اكيد مش لما نيجي نجرب نقعد شهر نعمل كده. انا بحس الخس ده يعني بيعمل. هو بيعمل ليه؟ اي حركه بتعمل، بص خلينا نتفق على حاجه، اي حركه هتعملها هتبتدي تحرق فيها كالوريز او هتحرق سعرات. يعني انت النهارده صحيت الصبح بدات تروق السرير بتاعك، ما دي حركه. انت بتزود الحرق بتاع اليوم بتاعك. طيب في حاجه كمان، الوول بيلاتس او الرياضه الحائطيه كويس، في ناس بتسميها كده، هل دي افكتيف فعلا زي ما بنقرا على السوشيال ميديا؟ طبعا. هي ايه بس يا جماعه فهموا ايه الرياضه؟ بص، انا بقى بيطلع لي حاجات بقى كده بقعد اسجلها عشان استفيد منها. انك انت اتفضل يا رشدي، احنا ممكن نعمل اكتيفيتيز على الول. يعني مثلا ممكن تعمل بوش اب على الول وانت واقف، تعمل سكواد على الول، كل حاجه بالظبط. انا هقوم اقف، استنوا بس كده، استنوا بالله. يعني انا دلوقتي انا اهو كده، خلينا نشوف. ماشي، انت قدامك حيطه، او اعتبري ان انا ورايا حيطه. يعني انا دلوقتي هنقول ان انا حد مش متعود على الرياضه او من كبار السن او كده، فبتسند على حيطه. لا، مش شرط، الحيطه قدامك يا حسام. قدامي مش ورايا. وتعمل كان بوش ابس بس على الحيطه. فهمت. تنزل وتطلع وانت على الحيطه مثلا، تتمرن شولدر. دي كلها تمارين على فكره تقدر تعملها في الجيم كمان. يعني احنا بنقول احنا عايزين في البيت. بالظبط. يعني انت الجيم، انت الجيم، لان مش كل حد بيتفرج عليك. لان اللي قادر يروح الجيم مره هيبقى عارف الفكره ايه، حتى لو اتمشى حتى لو اتمشى على التريدميل. انما انا النهارده بتكلم، قول لي كده شويه حركات تقدر تستعملها في البيت. طب بص يا رشدي، احنا كده قلنا مثلا قلل السكر، ودي حاجه مهمه جدا. لو انت النهارده متعوده تشربي كوبايه شاي بلبن مثلا فيها 3 معالق سكر، خليها معلقه. لو معلقه خليها نص. لو نص خليها ربع. عرفنا. حاولي على قد ما تقدري، او حاول على قد ما تقدر الحاجات المقليات قللها. حاول تتحرك. الحركه، نظفي السرير، نظفي البيت. لو ما بتنظفيش حد بيساعدك ساعديه.